في الوقت الذي يقدم مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أحالته وزارة الصناعة والمناجم على الأمانة العامة للحكومة للدراسة ضمن مجالس وزارية مشتركة تسهيلات بالجملة للمستثمرين إلا أن هناك قيودا حملها ذات المشروع تتمثل في التشديد على عدة امتيازات من خلال إلغاء إعادة هيكلة الاستثمار والخصخصة وتحمل وثقة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تحصلت الشروق نيوز حصريا على نسخة منه عدة ترتيبات منها إلغاء تعامل المستثمرين بموجب نظام الضريبة الجزافية الواحدة، الذي اعتمدت عليه الحكومة منذ قانون المالية لسنة 2007، والتي حلت أنذاك محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني. وفي الوقت الذي يمنح مشروع القانون الجديد مجلس مساهمات الدولة حرية أكبر في تقرير مصير بعض المشاريع الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى مراجعة متابعة بنك الجزائر للعديد من أجهزة الاستثمار وعلى رأسها وكالة ترقيتها، يفرض ذات المشروع تقديم إشعار مسبق للمجلس الوطني للاستثمار عن كل استثمار يتجاوز خمسة مليارات دينار. ومن جهة أخرى يحدد مشروع القانون الجديد الفوائد على أساس الامتياز في الأراضي مشيرًا إلى أن الإعفاءات الضريبية في هذا السياق بما فيها تخفيضات الأسعار تكون فقط للمستثمرين المسجلين بوكالة ترقية الاستثمار وتبقى قاعدة الاستثمار 51.49% ورغم اللغط الذي آثارته ومحاولة اعتبارها كعامل منفر للاستثمار إلا أن هذه القاعدة احتفظت بمكانها ضمن النسخة الجديدة للقانون الذي يبدو أنه لم يولي أهمية لملف الخصخصة في القطاعات الحساسة على غرار الاتصال والمحروقات بالمقابل سيعمل القانون على توفير امتيازات جديدة للاقتصاد المنتج وسيعطي الأهمية لقطاع الصناعه بعدما كانت الاولويه لقطاعات الفلاحه والسياحه والتجاره